الشيخ هو في خلاف بين لهذه الدرجه كله. وبعدين بين الازهر والرئاسه هو في خلاف بين الرئاسه وبين كل القوى في المجتمع كل مؤسسات المجتمع الان في خلاف مع القضاء في خلاف مع الصحفيين في خلاف مع المحامين في خلاف مع الازهر في خلاف مع الكنيسه الله طب انت بتعتمد على مين مين بيساعدك وده الشعب المصري هذا هو الشعب المصري وهذه مؤسسات المجتمع المصري لابد ان انا اعتمد عليها ولابد ان تكون هي قوات الفاعله التي اتحرك بها دول اللي بيمشوني ودول اللي بيحركوني وزي ما تفضل سياده الدكتور صفت وقال ان احنا بلد لها تاريخ ولها تاريخ عظيم وبلد عظيم دور طول عمرها واحده واحده وكتله واحده نعم دور الازهر هنا فين؟ هل الازهر ما زال بيحتفظ بكيانه الكبير داخل مصر وخارج مصر؟ بالعكس اين دور الازهر واين يعني كلمته التي يعني كانت تسري على الجميع؟ الازهر بيكبر كل يوم والازهر وثائقه الوثيقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه هي التي اجتمع عليها الناس جميعا في مصر مش بس مسلمين مصر. وغير مسلمين مش بس مصر في العالم كله في العالم كله وثائق الازهر كانت نبراس وكانت خريطه الطريق للمجتمع ليسير عليها ويسير فيه الازهر لا زال حتى الان كلمته المسموعه لما قال للناس سلميه سلميه الخروج السلمي في المجتمع ليس ضد الحاكم وليس حراما وليس كفرا ما هي دي زي ما قالوا انها كفر دي اللي اثارت الجدل يا فضيله ما اثرتش لانه يعني الشيخ الازهر اعتبروها ان ده رساله من شيخ الازهر بان الناس تطلع على يا سيدي هذا هو راي الدين وراي الاسلام هذا هو راي الاسلام شيخ الازهر بيقول راي الاسلام ان الخروج السلمي لا شيء فيه طالما لا تخرب ولا تدمر ولا تقتل ولا تضرب ولا أو تغلق الطرق تبقى انت في 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 في, في الشريعه وتبقى انت فعلا تطبق الشرع وتطبق الدين لان انا بعبر رايي لان التظاهر ياتي حين يكون هناك ظلم عاوز اعبر على الظلم ده بعبر اني بخرج سلميه لا اضرب ولا اقتل ولا اخرب ولا ادمر انما انا بقول انا مش راضي عن الاوضاع مش راضي عن الظلم في المجتمع هذا في الدين صحيح وليس فيه شيء هل في حوار بين الازهر كالرد على من قالوا نعم. انه اللي بيخرج كفره وان الخروج على الحاكم كفر وان اللي يخرج على الحاكم يبقى كفر لا الخروج السلمي ليس كفره وده اللي قاله شيخ الازهر وقاله المفتي وقاله النهارده وقال انه لابد ان يكون سلميا وليس فيه خروج عن السلميه يمكن يعني جماعه الاخوان المسلمين بتعلن مرارا وتكرارا انها كانت احد المشاركين الفاعلين في ثوره يناير ووقتها كان خروج ربما على الحاكم الشرعي المخلوع مبارك سيدي العزيز والعظيم انا سمعت احد قيادات الاخوان الذين انشقوا امس في التلفزيون نعم. بيقول انه القضيه انه الاخوان لم يشاركوا اليوم 28 يناير قال هذا هو احد قيادتهم الكبيره العظيمه اللي كان لها تاريخ عظيم يعني وانشق عليهم قالوا لم يخرجوا ولم ينضموا الى يناير الا يوم 28 يناير بمعنى هذا انهم يعني لقوا ثوره هتنجح كويسه فنلحق نقفز عليها عشان ما تضيعش منا نلحق ناخد حته في طيب